أنا مصطفى جادو في ورشة محمد السعداني للتمثيل في ترند ميديا أكاديمي، وبصراحة أنا الموضوع يعني عجبني جدا. أنا أصلا ما كنتش يعني كنتش عمري مهتم بموضوع التمثيل ده، بس في واحد صاحبي يعني كان جاي الورشة وقال لي تعالى معايا وكده، فأنا يعني قلت أخد التجربة كده ونجرب. بس الموضوع بصراحة عجبني جدا وتعلمت حاجات كتير قوي في الورشة دي، منها إزاي تمثل وازاي تقصد الكاميرا وما تتكسفش، وازاي تعبر وتطلع وازاي تتقمص شخصيه اللي هي مناسبه للمشهد يعني بشكل معين. محمد السعداني علمنا حاجات كتير قوي، منها ازاي تتحكم في تعابيرك وحتى لغه الجسد والحاجات دي، واستفدت كتير بصراحه من الورشه دي، حتى حاجات انا متوقع انها هتفيدني في حياتي العمليه كمان. فننصح اي حد يعني سواء هو بيحب التمثيل او يعني محتاج يتعلم حاجة جديدة في حياته، هو ممكن يجي الورشة هنا مع محمد السعداني وإن شاء الله هيتبسط يعني هيتعلم حاجات كتير.